man verliebt sich so leicht wenn. ولدت رومي شنايدر في فيينا، لكنها عاشت من طفولتها قرب برختسغادن. نجمة تعود لأرضها هو عنوان معرض شامل مخصص لرومي شنايدر الممثلة، التي ولدت في ثلاثينيات القرن الماضي ونالت جائزتي أوسكار على أعمالها المميزة. المعرض يعرض حياة الفنانة، زملاؤها يتذكرونها بكل جميل. كانت طفلة مرحة دائما مشرقة، أنا أتذكرها كزميلة وصديقة لطيفة. جارها السابق يتذكر رومي وكلبها. غالبا ما كانت تصطحب كلبها، وأنا أصطحب كلبها في نزهة، حتى صورت عملها سيسي. ومنذ ذلك الحين كانوا دائما يقلقون لمعرفة اللحظة التي أعيد فيها الكلب إلى المنزل. أهم الأفلام عرضت في المعرض، بالإضافة لرسوم الإعلانات الخاصة بالعرض الأول لأهم أعمالها، وأيضا جائزة الأوسكار التي نالتها. هدفي من المعرض هو أن أظهر بأن الناس هنا مهتمون، وأيضا للمسؤولين عن السياحة والسياسيين، أنه بمقدورنا إقامة متحف أو معرض دائما على الأقل. معظم المعروضات تأتي من مجموعة خاصة لجيزيلا شوبرت. يستمر المعرض حتى 29 من تشرين الأول أكتوبر.